في العشرينات ناس القبة كانوا يحبوا الموسيقى الأندلسية اللي كان عندها قواعدها وشيوخها ومدارسها. بصح في المحششات الشعبية كانوا كاينين فنانين يلعبوا هذه الموسيقى بطريقة واحدة أخرى، يستعملوا فيها البونجو، الدربوكا والجنيبري، هذه الآلة الموسيقية الخاصة بشمال إفريقيا. هذه الألحان الجدد بداوا يولوا معروفين ويتجلبوا في الغاشي. بصح ناس الموسيقى الأندلسية ما كانش تعجبهم هذه البدعة. في الأول كانوا الموسيقيين يغنيوا في المدح الديني. الشيخ الناظور وتلميذه الحاج محمد العنقة كانوا معروفين كمدحين كبار تاع العاصمة، بجانب فنانين واحد أخرين كما قويدر بن اسماعيل، سعيد درار ومصطفى دريوش. وكي توفى الشيخ الناظور، الحاج محمد العنقة اللي كان في عمره 19 عام كمل يحيي الحفلات العائلية في بلاصة أستاذه. وبدأ هكذا محمد العنقة يدخل في اللقطة الجدد التوعو في العرس والفرح. بالعقل بالعقل، هذا النوع الجديد تاع الموسيقى ولا يتلعب في كامل القهاوي الشعبية تاع القصبة، خاصة في سهرات رمضان، وين الفنانين بدأوا تاني يدخلوا في القصايد تاع الملحون المغربي اللي كان في نصوص تاع المدح الديني وتاني بزاف حكايات الحب. وهكذا تغيير النصوص والطابع والآلات الموسيقية ظهر هذا الفن الجديد اللي سماوه الشعبي. من العام العام زاد التطور الشعبي مع فنانين جدد كما المؤلف محبوب صفار باتي اللي كتب بزاف قصايد ما بين الستينات والسبعينات، واللي غناوهم وتعرفوا بهم فنانين كبار كما عمر الزاهي، الحاج الهاشمي قروابي، وبو جمعة العنقيس، بلا ما ننساو دحمان الحراشي اللي جاب للشعبي بزاف من الألحان الجدد. وهكذا الشعبي ولا يمثل روح العاصمة، وهذوك الوقت تاع بكري اللي كانوا فيهم جلسات فنية مع الحباب والذكريات الرومانسية اللي كانوا يقيسوا قاع الزيريين.